السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جبت واحد لكم واحد الوصفه ديال ليسكالوب او صدر ديال بيبي. هاد الوصفه هادي كتحتاج يا اما صدر بيبي او صدر دجاج. فانا غادي ان شاء الله غادي ماريني في واحد التبزيره او العطريه اللي عندي اللي غندير، وغادي نديرو بالبيض ولا شابليغ ونقليو. كاين اللي كيدخلو الفران ولا بغيتو تقليو قليو، انا شخصيا كندير ليه البيض ولا شابليغ. هاد لا شابليغ هادي اللي كتشوفو هادي انا مصوبها عندي في الدار، هادي ما كنشريش انا لا شابليغ من المخبزات لا. فالبرزيان اللي كيبقى لينا ها هو هذا، كنقسموه هكا طريفات صغار او لا جوج الا كان كبير، وكندخلو الفران حتى كيتحمر. من بعد كنطحنوه، يا اما تطحنيه يا اما كتحكيه في الحكاكه ديال اللي كنحكو بها هكا مطيشه او البصله. وكنزيد معاه واحد هذا واحد العطريه اللي كتنسمو، وبطبيعه الحال ورقه سيدنا موسى اللي كتشوفوا هادي. فهذا ورقه سيدنا موسى هي اللي ما كتخليش يدود، ما كتخليش يصوف، كيبقى مزيان. انا شخصيا كنصوبو هكا وكنحطو في الثلاجه، فراه كيبقى شهرين 3 شهور ما كيطرى له والو. اليوم ما غاديش انا قلت لكم غير كيفاش ديروا، لان عندي انا زايد ما عنديش الخبز شايط بزاف، عندي غير الطريفات اللي وريتكم. المهم هاد لا شابليغ انا كنصوبها غير بقايا ديال البريزيان اولا الخبز، وكنزيدو عليها بطبيعه الحال. كنزيد انا فيها شويه ديال الثومه، الثومه يابسه مجفه جافه، وكنزيد شويه ديال الملح، شويه البزار، وهاد السودانيه، وكنطحنها. هذا من بعد ما كنكون طحنتها، وكنزيد معاها ورقه سيدنا موسى باش كما قلت لكم كتبقى مزيانه طريه، ما كيدخلها لا دود لا كحوش لا حتى حاجه، وما كتصوفش، كتبقى مزيانه حتى شهرين 3 شهور انت عندك هاد الشابلو في الدار. دابا غنوريكم كيفاش غادي نصوبوا هاد لا مارينات ديال بيبي. عندنا هنا بيبي، ها هو انا كنشري، وكنقول للزاري يقطعوا ليا هكا كما كتشوفوا طريفات، حيت هما عندهم داك النص ماضي وكيعرفوا انه كيخرجوا لك لي طرونش مقادين انتما كتشوفوا. فضروري غندير معاهم واحد التبزيره، واحد العطريه، غندير معاهم حامض او لا خلط الحامض. انا عندي خلط الحامض، ندير واحد شويه، نجد واحد المعلقه صغيره، هو اللي كيرطبو وكيحيد منو حتى الزفوريه، يعني كتبقى ريحتو زوينه. غنديرو معاه شويه السودانيه، تحميره سودانيه، شويه ديال الخرقوم، البزار، سكينجبير، وشويه الكمون. طيب الحال غادي تاخدو بحال تقريبا نص معلقه من الحاجه، اولا ما كاملاش نص معلقه. فمثلا انا كنقوي هنا سكينجبير، كنزيدو زيت، البزار كندير غير شويه يعني راس معلقه، الكمون حتى هو راس معلقه، هنا كندير نص معلقه ديال الخرقوم، وكندير هنايا تقريبا راس المعلقه ديال معلقه صغيره ديال السودانيه، فلفله السودانيه مطحونه باش ما يجيش حار على قبل الوليدات، والملح بطبيعه الحال. انا هاد العطريه ها هي راه خلطتها هنايا كما كتشوفوا انتما، يعني مخلطه. نزيدو عليها شويه الملح، انا ما كنقويش الملح بزاف، يعني حتى في السلطه الا كان عندي شي مكون كيكون دايزه فيه النوحه فانا ما كنزيدش الملح بزاف صافي. وكان كنبقاو نخلطو. هاد الوصفه هادي كتبغي انك تصوبيها وكتخليها على تيساه حتى كيشرب هاد العطريه ديالو مزيان، لان ما شرب العطريه كيجي فتي ما كيجيش قاصح. عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو كنمارينيه وكنخليوه، لان هذا قد ما قلت لكم قد ما رقد فهو كيجي مزيان، كيبغي انك تعطيه واحد ساعتين واحد 3 سوايع. انا دابا غنرقدو، غادي نخليه حتى كنبغي
صافي وعاد باش كنبدا نقلي لان ما كياخذش الوقت بزاف. ها نتوما وكما قلت لكم اللي كنبغي نقلي غادي ناخذ البيض واللي قلت لكم ولا شابلور ها هي لان كنصوم. كما قلت لكم ديما بقايا ديال الباريزيان اولا الخبز كيدخلوا للفران كيتحمر وزيدوا عليهم شويه ديال العطريه اللي بغيتوا. اللي كيستحمل الثومه يدير الثومه، اللي ما كيستحملهاش يقدر يدير غير شويه الفلفله السودانيه شويه البزار شويه الكمون وهذه الفلفله عفوا هاد ورقه سيدنا موسى وكتخلط تخلطيهم مزيان كنديرهم في القريعه قسم ما احتاجناهم هما كنلقاوهم عندنا. طبيعة الحال هاد ليسكالوب غادي نرافقو ان شاء الله واحد لاصالاد نيسواز سهلة، يعني لي باز ديالها راه هما غيكونو عندنا غادي نحطها ان شاء الله وغادي تشوفوها كي غتجي. دابا غنوجدو هاد السلطة ديالنا، غنديرو واحد سلطة نيسواز باش غنرافقو طبق ديال ليسكالوب، ولكن قبل غادي نوريكم واحد الطريقه باش كنصوب انا مايونيز لي باش غنتبل هاد السلطه وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله المكونات ديال السلطه. اللهم طاطا مسلوقه، طاطا مسلوقه، عندنا الخس، عندنا الزيتون كحل، واحد البيضه، ليمونه مقطعه، شويه اللوبيا مسلوقه مطيشه وحده، شويه ديال الحوت الطوم ها هو، وغادي ندير فيها خيس محكوك والخيار محكوك. ولكن قبل غادي تشوفوا معايا طريقه تحضير المايونيز، يعني غادي نصاوب المايونيز هو الاول بلا بيض، بلا بيض هاد المايونيز كي غادي نكمل المقادير. هنا درنا الحليب، درنا واحد شويه ديال الحامض، غنزيدو فيه البزار، عندي هنا البزار مشكل في البيض والكحل، غادي نزيد شويه واحد شويه ديال الثومه ها هي تقريصه، ملح، غنديرو زيت الروميه. انا زيت الروميه دايره هنا تقريبا شي نص كاس، نص كاس ديال الزيت وغادي نطلعو. صافي ها لا فيديو لا مايونيز ديالنا ها هي وجدات، غتشوفوها كي جات. هانتوما ها هي، هادي هي باش غادي نزينو بها السلطة ديالنا، كتجي خفيفة وزوينة، مكتجيش مدقصة قاصحة، كتجي خفيفة بحال ديال صحاب المحلات قلت لك غنلقاوها جاهريه بزاف. هذه كتجي هكا كما قلت لكم بلا بيض، بلا بيض. ودابا غنصوب واحد طبق السلطه من هذا الشيء. انا نورمالمون كندير عاده كندير طبسيل كبير، ولكن اليوم بنتي ما غتغداش معنا، غادي ندير لها طبسيلها بوحدها وندير جوج طباسين من هذا، واحد لينا وواحد ليها هي. يلا بسم الله، ناخذ الخس هو الاول، غناخذ شويه ديال البطاطا ها هي، هاد البطاطا راه سلقتها في الماء والملح، ما كنزوجش لها القشره ديالها، كنسلقها بالقشره ديالها. كناخذ خيزو الخيار اللي حكينا ها هو، حتى هو كنزينو شويه
لوبيا خضراء ها هي، بطيشة، المكونات هادو راه موجودين في المطبخ ديالنا. غناخد واحد الغونديل ديال الليمون، جوج هنا، واحد هنا واحد هنا، باقي ليا الحوت هاهو نديرو الوسط. غادي ناخد البيض غادي نقسمو، دابا غنزيد هاد البيض اللي قسمته هاهو، ندير شوية الزيتون كحل، صافي كملنا درنا كلشي. غندير شوية الملح، شوية ماشي بزاف، أنا ديجا عندي مايونيز مالح وكاين الحوت، البزار من الفوق، ولا صوص مايونيز هيا اللي غادي نتبل بها هاد الطبق هذا. هانتوما جات خاترة، وهذا الطبق ديالنا ديال السلطه ديال النسواس ها هو وجد سهل. ممكن مكونات سلطه هما ساهلين، يعني ماشي شي حاجه مكلفه، لا بالعكس. وغادي نرافق الطبق ديالنا ديال الاسكالوب ان شاء الله، ها هو نتمنى انه يكون عجبكم. ما كنقولوش بزاف، اللي كان في الخضره اللي كان في هذا الشيء ديال لي سلطات، الخص الا كان نوع اخر فما ما فيها باس. انا عندي هاد البلدي، راه درت البلدي وحكيت معاه شويه ديال الخيزو وشويه ديال الخيار واللوبيا بطبيعه الحال والبطاطا، وها هو طبق السلطه. نتلاقاو من بعد ان شاء الله ملي غنحطو معاه الاسكالوب. وانا دابا رجعت لكم، غادي نقليو هاد الاسكالوب. خدينا هنا جوج بيضات غادي نحركوهم، وها هي لا شابور اللي هضرت لكم عليها. اذا غادي ناخذوا الاسكالوب ديالنا ها هو، خليناها مرقد وغنديروه، بسم الله، ديروه في البيض. الزيت ها هي راه كتسخن، ها نتوما راه الزيت سخونه، ها نتوما الزيت سخونه، وغادي هكا نمرمدوه في هاد لا شابلوغ تشوفوا، ونحطو كنديرو في البيض من بعد لا شابلو هاهي، هانتوما كتشوفو ورقة سيدنا موسى اللي فيها، اللي قلتلكم هادي راه مكنحيدهاش من هاد الخبز هدا. فوالا دابا غنبداو نقليو حتى نكملو، حنا ما كنبدا نقلي فيه حتى صافي حتى كنبغي نحط فوق الطبله، لان هو ها هو دغيا غادي يتقلى ونحطو سخون، كيبغيوش الدراري ياكلو بارد. يلا ومن بعد غنرجعو كنلقاو كنشوفو الاسكالوب راه كيتحمر على الجناب، هو راه طاب منا، غادي نقلبو صافي قلبة وحدة، ونرجع عاوتاني هانتوما كتشوفو ونحطو. غادي نكملو هاد الاسكالوب اللي قاعدنا هاهو، خليه يتحمر مزيان من بعد نقلبو، وديك الساعة غنقدمو. حاول راحه.
الغدا ديالنا ها هو وجد، ها لي سكالوب ها هو فاش تقلى، سلطه نيسواز طبيعه الحال، لا مايونيز اللي صوبناها في الدار حتى هي. نتمنى اليوم تعجبكم هذه الوجبه وتشاركوا معنا. بالنسبه للناس اللي مازال ما دخلوا معنا في قناه مطبخ نسها مراكش، تشاركوا معنا ويدقوا الجرس. صحه وراحه.
Thank you.